خليني ارحب بضيفي اللي بينوري النهارده، مانويل غالي، ماجستير تحليل النفس الاكلينيكي وماجستير المشوره الزوجيه والاسريه. برحب بيك. انا هطلع من دور المذيعه بقى دلوقتي. برحب بيك. مبسوطه ان احنا معاك، بشكرك على استضافه في بيتك وان انت اديتنا وقت. انا اسعد. مانو مش كتير يعرفك، انت مشهور جدا وكتير، بس خلينا نقول في النهارده ناس بتنضم لاول مره مثلا لحلقه مساء الخير، حابه اعرفهم بنفسك اكتر. ومين مانو؟ ايه اهميه مانو؟ شهره مانو جايه منين؟ شور، انا ولد وحيد، بابا مهندس وماما طبيبه. سبب القصه يعني وليه قصه مانو اتعرفت كده، ان انا كنت عملت حادثه وانا في ثالث سمستر، وانا كنت في الجامعه الامريكيه في القاهرة، كنت مهندس بدرس هندسة ميكانيكا، والحادثة دي هي اللي غيرت كل مجرى حياتي. كنت ساعة عربيتي، كان في وقت الفطار في رمضان، كان يوم جمعة سنة 2003، كان بالظبط 21 نوفمبر 2003، هي العربية اتقلبت، حصل الحادثة طبعا، وشارع تام من أعلى الرقبة لآخر الأطراف. على طول اتنقلت على المستشفى في مصر، وجاء اول تحليل طبعا ان الشخص ده مش هيعيش، ولكن كان اول حاجه خالص يعني. وانا فاكر ان انا فقت في لحظات لما دخلت المستشفى، كنت بتكلم انجليزي ما اعرفش ليه. نشكر بقى الدكتور فهم يعني، كنت بقول لهم يمشوا بشوي شوي، هما ماسكين الترولي. وبعدين قعدت في شهرين غيبوبه تامه خالص، بعدين فقت. بعد كده كنت شفت ان انا في مستشفى وبتاع، قعدت اسال الدكاتره ايه اللي حصل وايه، يقولوا لي انت حادثه عربيه وانت قاعد هنا شويه دلوقتي. ومحدش حكى لي اي حاجه خالص غير بعد سنه من الحادثه. سنه ايه اللي حصل؟ انا سنه، قعدت سنه ونص، انا سنه ولسه كمل. انا قعدت في مصر في مستشفى قصر عيني في مصاوي، مش فاكر قد ايه من الوقت. وبعدين رحت مركز تأهيل العجوزة، كان علاج طبيعي. وبعدين كان في دكتور زائر هناك من ألمانيا، قال لازم اثنين ألمانيا فورا، إن ما عندكوش، ده كان أوموس بقالي سنة على الحادثة، ما عندكوش إناف إكويبمنت إن أنتوا تقدروا تعالجوه أو تعملوا له النسيساري أوبريشنز إن أنتوا تعالجوه فيها. جاد الدكتور زائر قال عن إن هو لازم يروح ألمانيا، فعلا اتنقلت ألمانيا وقعدت هناك. أنا لا أذكر إمتى بالظبط، بس تقريبا كان أكتوبر 2004 لما رحت ألمانيا، وقعدت هناك 5 شهور، كنت ما بتكلمش خالص، زوري ما كانش فيه صوت أصلا بيطلع. وأنا في ألمانيا رحت مستشفيتين الحقيقة، وأنا في المستشفى التانية كانت مستشفى هي علاجية طبية جامعية، آسف، الدكتور هناك بتاع الأنف وأذن وحنجرة رئيس القسم قال لي إحنا عندنا جهاز بحيث أنت تتكلم وتتنفس في نفس الوقت لو تحب تتكلم. قلت له طبعا. ودي كانت نقطة التحول اللي غيرت كل حاجة تانية جاية بعد ده اللي هتكلم فيها. بس فعلا ما كنتش بتكلم لمدة سنة وثلاث شهور. أنا ما كنتش أعرف الله بالطريقة اللي أنا عرفتها دي، وما كنتش، كانتش دي شخصيتي قبل ما أعرف الله، ما كان كنت شخصية طفولية زيادة، ما كنتش ناضج بالفكر. بعد ما رجعت ألمانيا رجعت تاني على مستشفى في مصر، بعدين اتنقلت على البيت. بسبب إن أنا بتكلم كان جاي دكتور زائر من إنجلترا وقال لي في برنامج ببصمة الصوت تقدر تستخدم الكمبيوتر كماوس وكيبورد في نفس الوقت، هو Voice Recognition Program، بيشتغل ببصمة الصوت وانت بتدربه على صوتك، وهو بيقدر تمانج الكمبيوتر كأن حد ايديه الاتنين شغالين بماوس وكيبورد. ودي كانت أكبر نقطة تحول من كل حاجة تانية أنا قدرت أعملها بعدها. عمل التواصل، ده اللي عملت الحقيقي المين كونتاكت يعني، زي ما كان عندي فيزيكال لايف بقى عندي الكترونيك لايف بقى، تعوض ده سهل حياتك اللي انت مش قادر تتحرك، فبقى كمبيوتر بقى هو كل حياتك. ده تمام، هو ده اللي اداني الاندبندنت لايف.